بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة دائمة إلى يوم الدين. أرحب بكم مشاهدي الكرام، نتحدث اليوم عن موضوع هام ألا هو مسك اللسان. كيف أمسك لساني عن فضول الكلام؟ كيف أمسك لساني عن الكذب؟ كيف أمسك لساني عن الغيبة؟ كيف أمسك لساني عن النميمة، عن الفحش، عن كل هذه الأشياء التي تكون في النهاية في ميزان السيئات مثل الجبال؟ كيف نقوم بذلك حتى لا يقول أحد منا في ذلك الوقت ليت كان أحد نبهني أو أخبرني حتى أتجنب ذلك؟ كل ذلك الكلام سوف نتعرف عليه بالتفصيل من خلال ضيفة هذه الحلقة الدكتورة نيفين مختار، الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا وسهلا، سعداء بلقاء حضرتك. أهلا وسهلا. مسألة مسك الكلام في هذا الزمان وهذا التوقيت من الأشياء اللي هي تكاد تكون صعبة جدا. الكل بيتكلم، كل واخد يطلق لسانه العنان كيفما شاء، مش اللسان بس، ايضا على الفيسبوك والتشيير والكلام، والناس تحكي تكذب تنقل تشير، كل واحد براحته وكأن مفيش رقيب على المسألة دي. بننسى ان الكلام ده عليه حساب. كيف نستطيع ان احنا نعمل توازن ونقطة نظام ونقف لمسك اللسان في هذا التوقيت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. ثم اما بعد، اللي حضرتك حكيته ده اسمه آفات اللسان. آفات اللسان، آفات اللسان يعني كل حاجة أنا بقولها محسوبة علي. الله سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تلاقي كل اللي حضرتك عملته ساعة الاحتضار ظهر قدامك كأنه شريط سينمائي، كأنك بتشوف كل السيئات وكل البلاوي اللي عملتها في حياتك. ولذلك لما جه واحد من الصحابة سيدنا سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنا لمؤاخذون بما نتحدث، نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني هيترموا في النار على وشهم نتيجة اللي قالوه بلسانهم. خد بقى حضرتك في اللسان ده فيه يعني آفات كثيرة جداً، منها كده زي ما حضرتك تفضلت فضول الكلام. فضول الكلام، انك عارف حضرتك لما تبقى قاعد في مكان وفي ثلاثة أربعة قاعدين وبيتكلموا في حاجة، وبص تلاقي واحد قاعد كده على جنب بيقول ايه، وانتوا بتتكلموا في ايه، انت مالك؟ او يعلق في الكلام على طول في اي لا حاجة. يعني انت مالك حقيقة؟ يعني ده موضوع بيني وبينها او بيني وبينه، انت مالك يعني؟ خلاص ويسكت. بعد شويه مفيش، ثلاث اربع دقائق بتقولوا ايه عشان ما سمعتش؟ انت قاعد رامي ودنك معانا؟ ده اسمه فضول الكلام، انه يدخل في حاجه لا تعنيه والتدخل فيما لا يعنيه، واخد بال حضرتك؟ ويبقى عايز يعرف كل حاجه بتتقال. لو فاتته حاجه يقول لك معايا كنت بتقولي عشان الحق اكمل معاك، ولا فاتني حاجه. وفي كمان معنى اخر لفضول الكلام، ان تفضل حضرتك تتكلم كلام لا طائل له. يعني ايه؟ مالوش اي فايده، استرسال في الكلام، مالوش اي فايده. النهارده انا بتكلم في حلقه بقول حاجه مفيده، تخيل حضرتك لو انا سبت الحلقه وبقيت عماله احكي في حكايات من الزمن القديم، واحكي حكايات عن اصحابي وعن بيتي في كلام موضوع تاني خالص غير الموضوع اللي انا بتكلم فيه، يبقى ده كلام ايه؟ مالوش فايده، يبقى كلام يعني مش هاخد عليه حتى حسنات، طب ولا هاخد عليه سيئات، لاني ما وقعتش في غيبه حد ولا في عرض حد. كلام اللي هو ضايع. يشري لهو الحديث ليضل به عن ايه؟ عن سبيل الله. دي في سوره لقمان ذكرت لهو الحديث دي، ليضل به عن سبيل الله. ولهو الحديث ايضا الشات بتاع الفيس والحاجات اللي ملاش طائل منها دي. لا انت عارف حضرتك في كلام كده يعني ملوش لازمه، يقول لك ايه؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. في كلام كده اخر الاسبوع لما بترفع الصحيفه بترفع الاعمال، ياخد ربنا الكلام المهم، الكلام المفيد، الكلام اللي فيه ذكر وفيه طاعه، والسيئات. في كلام بقى ملوش لازمه، ان حد قاعد يقول الكلام ده ايه اللازمه فيه؟ يعني عملنا فيه ايه؟ كلام لا طائل له، فيمحو الله اللي هو لا يعتبر لا سيئات ولا حسنات ولا اي لازمه، مضيعه للوقت. فيتشال الكلام ده، مضيعه للوقت، يتحذف من المطبطه. بالظبط كده، مضيعه للوقت. فيمحو الله ما يشاء ويثبت، يثبت بقى الحسنات او السيئات. وعنده ام الكتاب. ايوه، ففي كلام كده اسمه فضول الكلام ملوش لازمه، بتضيع لي وقتي. يا اخي انت بتضيع وقت هتحاسب عليه يوم القيامه، عن هذا الوقت، عن هذا العمر، فيما افنيته. افنيت عمري في ايه؟ ده انا ضيعته
يعني عارف اللي هو يقول لك ايه، انت ما استثمرتش وقتك، لم تنجح في استثمار الوقت المفيد، الوقت النافع، الوقت الحي. وفي وقت ميت، في وقت ميت، فتحت حاجه كده وقعدت ابص على التلفزيون ما بعملش اي حاجه، ولا حتى استفدت منه حاجه، ولا عملت اي حاجه غير ان انا حاطط ايدي على خدي ومضيع وقت، ده وقت ميت. لكن الوقت الحي اللي انا بتعلم فيه حاجه، بذكر ربنا، بستثمر فيه حاجه، هيتساوى الحي والميت؟ مش هيتساوى الحي والميت. اللي بيقرا القران ده كالحي، والغافل ده كالميت. ده عنده ريح طيب وده عنده ريح غير طيب. ده تشوفه تبص لوشه تقول الله وشك منور قوي. ليه؟ ده تلاقيه في طاعه الله وفي معيه الله وفي ذكر الله. والتاني تقول لا اله الا الله، عليه غضب على رب، على وشه كده غضب ربنا على وشه، الغباوه على ايه ده؟ لان المعاصي والله العظيم زي ما بقول المعاصي لها اثر على الوجه، تطفئ نور الوجه، تطفئ نور البصيره ونور الوجه وحلاوه الايمان. ده المعاصي حتى تعرف انه ده عامل بلوى ولا عامل معصيه. من يا شيخ مالك كده على وشك غضب ربنا، يقول لك عملك باين عليك كده. والتاني تلاقي وشه ما شاء الله لا قوه الا بالله، نور نور. ليه؟ انت في طاعه الله، انت في معيه الله، انت ربنا مبارك فيك. ليه؟ لانه بيختشي ويخشى. وعلى فكره لا بالبياض ولا، بس ممكن واحد لا ابيض مش بالبياض. وشه لا 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 مين واحد قال؟ اسمر وشه منور، ده بالقبول كمان. انا بشوف ناس اسمر وشه منور، تعرف تلاقي حد كده من الناس اللي ربنا بيبارك فيها، تلاقي فيه قبول، في تحبيه كده. فيقول لك ايه؟ لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. في اول الانفال تلاقيه كده في قبول، ينشرح صدري وتحبيه، في كيمياء. تلاقي في حد بتحبه، في حد سبحانك يا رب يقفل القلوب، قفل اولها كده قفل. ده بيبقى سبب العمل الحسن، بيفتح القلوب والحسنات السيئات. وقد يكون التاني ما بيعملش حاجه غير يا حرام انه بس بيتكلم عليا، فربنا جعل لي قفل باب بيني وبينه. هي ليه الناس بتعتقد ان مجرد انه يتكلم على حضرتك او على حضرتها او على حضرتها بيعتقدوا ان دي حاجه هينه؟ ليه الناس بتعتقد ان دي حاجه بسيطه يعني؟ انا لما نحب ندخل في الغيبه ونتكلم فيها او ندخل فيها يعني لسه الثقافه بتاعتنا الناس بتعتقد ايه يعني؟ ده قال كلمتين الناس بتعتقد كده. هما الكلمتين ممكن ما يبقوش عليهم ذنب لسبب واحد. انا قلت عليك يا دكتور محمود كلمتين، لو قادر اقولهم لك تاني مره في وشك انا ما غضبتكش، لاني طول ما انا قادر اقول لك الكلام انا بس كنت بقول حاجه مضايقاني منك، وانا قادر اقولها لك تاني انها مضايقاني منك. فاهم قصدي في الحته دي؟ لكن لو انا مش هقدر اقول الكلمتين اللي قلتهم على حضرتك مره تانيه، اذا انا غضبتك. بس هل اختلف مع حضرتك؟ اتفضل. يعني ساعه يعني الصدر عشان نستوضح مسموح. طب ليه ما راح قال لحضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أرأيت إن كان في، يعني بيقول للرسول أنا اتكلمت على فلان فقال له قد اغتبته، قال له أرأيت إن كان فيما قلت، لو أنا قلت الكلام ده اغتبته. فيه قال له قد اغتبته، قال له وإن لم يكن فيه قال له فقد بهدته. صحيح. طب ده الكلمة ده خوفني بقى، لو أنا قلت اللي فيه وهو فيه طب ما أنا كده بغتبته وهو الكلام ده فيه حقيقي، أنا ما بقولش عليه كلام ظلم. اديني بقى فرصة أكمل كلام أستوضح. طيب. لو أنا قلت لحضرتك الكلمتين اللي أنا قلتهم عليك دول وأنا مش مكسوفة قد أكون بجحة. عفوا يا معلش، ما أنا لسه كنت هكمل الحوار. قد أكون بجحة ومش هاممني إن أنا قلت كده، لكن وقع في قلبك وحزنت عليه جدا، ما هو أنا كده أبقى فعلا اغتبتك. لكن ممكن تاخدها بصدر رحب تقول لي على فكرة عشان مش عايز أركبك ذنب فأنا سامحتك، بس أنت غلطتي في حقي. أسلوب شيك. لا يعني حصلت قبل كده حد عملها فيا، قلت لها أنا على فكرة أنا مش عايز أركبك ذنب بس أنت غلطتي فيا. جميل. بس أنا مسامحاكي. جميل. فأنا كنت بقول القصة دي عشان في ناس قالتها لي، قالت لي طالما انا بقدر اقولها في وشها يبقى انا ما غتبتهاش. فانا بقول لك اهو، ممكن تبقي ما غتبتهاش لكن ده كلام يوجعها، وممكن طبعا ما يوجعهاش وتقول لك خلاص انت صاحبتي وانا بحبك وعدى الموضوع. فعلشان احنا نعلم للناس الاصول والقيم اللي موجوده وليها علاج وملهاش علاج. ليها علاج انها لو سامحتك، طب ولو ما سامحتكيش؟ عشان كده بيعلمونا يقولوا لنا ايه، عايز تتبرأ من الغيبه روح استعطفه. ما هو ده بقى. روح استعطفه وروح قول له انا قلت في حقك او في حقك كذا 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 كذا، مش كده؟ يبقى ده المخرج. يبقى حضرتك لما حطيت لي الكلمه اللي قلتها لي قفلت عليهم المخرج، قلت لي اختلف معاك، انا اهو قلت لك بسمعك، انا بسمع، لكن حضرتك قفلت المخرج على الناس. ومعنى كده ان اللي يقع في الغيبه معنى كده انه يروح نار جهنم ويترمي في قاع النار. لكن لما نحط المخرج ان انا هروح اقول لها على فكره انا قلت عليك كذا كذا كذا، وكنت بقول من منطلق ان انا مش خايفه ان انا اقول قدامك، فتقول لي على فكره انت بجحه، او تقول لي لا انا مسامحاكي،
او تقول لي انا عفيت عني. يعني مثلا معايا مثلا زميلنا الاستاذ مدير التصوير، قلت عليه كلام زعل مثلا، كلام ما اقصدش، فيقول لي ايه، طب انت ممكن تعمل ايه، تيجي تحاول في ناحيه ثانيه تحاول تحسن من هذا الكلام. اقول بس الراجل ده محترم، ده راجل ده، احاول أقول له اعمل المزايا. لا اقول له لازم اتحلل من مظالم العباد، دي مظالم عباد. ممكن اروح احسن الصوره واصلح. لا دي مظالم عباد. لازم اقول له، فلما اشوفه وقدرا اقول له ايه، انا قلت عليك كذا، الا اذا كانت حاجه ما ينفعش اقولها. ما ينفعش اقولها. لكن اروح للي انا قلت معاه اقول له فلان يا جماعه انا كنت غلطان. أيوة. يا جماعه، والراجل ده مظلوم، والراجل ده كذا، اصلح بقى اللي عشان انا. شوفي قد ايه ربنا بيحبنا، قد ايه ربنا بيدافع عننا، قد ايه ربنا بيحفظ غيبتنا، قد ايه ربنا مش عاوز حد يؤذينا حتى في غيبتنا، قد ايه ربنا جميل. شوفي والا هيحصل ايه يوم من الايام لو انا ما استسمحتش الناس هياكل من الميتة، هياخد حسناتي وياخد حسناتي. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، انتوا كارهين اصلا ده، واتقوا الله ان الله تواب رحيم. اهي دي اللي بعديها اللي بقول لحضرتك عليها، واتقوا الله ان انا ما اعملش كده، بس بعديها ايه، ان الله تواب رحيم، يعني هيقبل التوبه لو انا استسمحت ربنا اولا ورحت وقعت في عرضه او عرضها واستسمحتها وقلت لها معلش سامحيني، او جبتها بصوره حلوه، انا قلت عليكي كذا 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 كذا، ما تزعليش بقى، ما تبقيش بايخه، خليكي حلوه وصدقيني. يا ريت تبقى متسامح بقى، ما حد يعتذر له ما يستكبرش. ما هو باسلوب يعني بس. او اجي اقول لهم يا جماعه انا طالع عمره، يا جماعه انا داخله اعمل عمليه، يا جماعه والله العظيم كلنا بنقول بقى وسامحوني، واسلوب حلو كده، مش لازم اقعد زي التلميذ الخيبان قدامها ولا قدامه واقول ايه انا بعترف اني اخطات. ما حدش النهارده هيقدر يعمل كده، لكن ممكن باسلوب حلو، ممكن تسامحني، انت قلبك كويس، انت قلبك كبير، انت انسان رائع، انت انسانه خيره جدا، انت ما فيش احسن من اخلاقك، كل ده اسلوب حلو اقدر استعطف بيه الناس، خصوصا اني تعلمت من سيدي وحبيبي النبي صلى الله عليه وسلم ان الكلمه الطيبه صدقه، تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه، دي عباده. فانا ادخل باسلوب حلو، مش معقول يا دكتور محمود هخش لك واقول لك وانا بضحك وباسلوب كويس وهتقول لي امشي اطلع بره، مش عايز اسمع منك حاجه. ما ينفعش ابدا. او ان انا بمدح في اخلاقك او صفاتك الكويسه وهتقول لي مش قابل منك، يعني كده هيبقى عكس اللي انت ايه بتعمله. طيب اسمح لنا كلام طيب جدا، نخرج لفاصل ثم نواصل هذا الكلام الطيب. مشاهدي الكرام، ارجو ان تتابعونا بعد هذا الفاصل مباشره. نعاود مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نتكلم عن فضول الكلام، مسك اللسان، أشياء كتير مع الدكتور نيفين. من فضل حضرتك نكمل كلامنا بعد ما اتكلمنا عن فضول الكلام والاسترسال بدون معنى، وأيضا قد يؤدي إلى الغيبة والنميمة وما إلى ذلك. بندخل كده على مرحلة الكذب، أو عايز تكملي حضرتك في مرحلة الغيبة؟ لا لا مفيش مشكلة، ما هو كله بنعلم الناس، ما احنا بنتكلم في آفات اللسان، وآفات اللسان كثيرة جدا. فالكذب من الأشياء المذموم والمكروهة، واللي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم ان لازم يبقى لساننا في الصدق. بس في الوقت ده الناس تقول لك انت بتتكلمي في ايه؟ دي فهلوة. يعني كده يعني ما خلاص، اصل المسألة ما بتكتر وبتبقى المسألة بقت في الناس بتعتاد، المسألة بتبقى كأنك بتتكلمي في شيء احنا ان شيء غريب، يعني بتتكلمي عن الصدق شيء غريب دلوقتي. اما سئل الشيخ الشعراوي يعني لقم هذا العصر ولقم الصدق، الواحد يقول الصدق، ما حدش عارفه، بتقولي الصراحه مره واحده الناس ما تصدقكيش. اصبح النهارده الناس بتكذب بعض، الكذب منتشر، اي حد في لسانه يقول اي حاجه، مساله ما فيش فيها يعني قيمه الصدق دي مش منتشره يعني. في راح واحد باع حاجه لحد وخد منه مال بدون وجه حق، فزوجته بتقول له ايه في السلف يعني، فبتقول له كيف اخذت منه هذا المال؟ انت ازاي خدت الحاجات دي وجبت المبلغ ده كله؟ قال يعني ما معناه ان هو خدها بالفهلوه، كذبت عليه في قيمة السلع، يعني خدت منه حاجة وبشطارتي يعني، بيسموه الغبن، بشطارتي ده في اللغة اسمه الغبن. أتذكر في هذا الموقف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما جاله الغلام وجايب له حاجة، وبعدين لما أحط فيه لقمتين بس وقال له إيه خدتهم جبتهم منين، يعني بيسأل بعد ما كان، قال له أنا خدتهم بصنعة لطافة بالفهلوة يعني. فأخذ سيدنا أبو بكر يضع إصبعه داخل فمه ليتقيأ هذه اللقمة اللي أكلها، وقال له والله لو لم تخرج إلا بروحي لفعلت. ليه؟
لانه مش هيدخل جوفه حرام ابدا. ويقول ربنا يسامحني في اللي ما قدرتش ان انا ايه اخرجه. الغلام جابها بايه؟ بالفهلوه. سماها فهلوه، هي بالكذب. هي بالكذب. فاي حاجه النهارده حضرتك لما بتروح تشتري سلعه معمره وتروح تلاقي صاحب المعرض قاعد يقول لك انت تاخد السلعه دي، على فكره انا دي ممكن ابيعها ودي ممكن ابيعها، بس بلاش تاخد الثانيه، ويكون هي الثانيه هي الحلوه وعايز يخليها وعايز يلبس حضرتك السلعه اللي مش عليها اقبال. بس شوف قالها لك ازاي، قال لك ما انا هبيع دي وهبيع دي، وقعد يقنعك باسلوب مقنع وانت تقول صحيح، ما هو هنا كسبان وهنا كسبان، لكن هو علشان ايه؟ السلعه دي فيها بور واقفه راكده قدامه، فعايز يخلص منها ويخلي اللي عليها طلب، والماركه اللي عليها طلب هي اللي ايه اللي موجوده. هو غشك وانت بتقول لا هو ما غشنيش، لكن هو غشك لان نيته انه غشك. لكن لو سابك اداك مطلق الحريه انك تنقي اللي انت عايزه. مصداقا على كلام حضرتك، اما سيدنا النبي قال له هلا بينته لنا، ما قال له يا صاحب الطعام، قال له ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال له ايه؟ لقد اصابه المطر يا رسول الله، الاكل بتاعه. فقال له هلا جعلته يعني يعمل، فبينت لنا. انا هقول لك الحديث ده. مره رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبرة الطعام. سبرة الطعام ده حاجه عامله كده زي الفول الحراتي ملهاش عدد. فاللي فوق حلو جدا، الشكل رائع، فادخل اصابعه فيه فنالت اصابعه بلت ايده. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله، مطرت عليه يعني. قال له مطرت ازاي يعني؟ اللي فوق مش ممطر، مطرت جوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وخدت الحميه، قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. يعني انت بتقول ايه؟ انت ما طلعتوش ليه الوحش فوق والناس ليها حريه تخدع الناس كده؟ افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. يعني خرج من عباءة الاسلام. خرج من عباءة الاسلام. فانت حضرتك بتقول الحديث ده والناس فعلا مش فاهمه، بيقول لك ياه دخل على مراته فراح جاب لها فلوس كتير النهارده، ايه ده؟ رزق ساقه الله لنا. شفت سماه ايه؟ رزق ساقه الله لنا. قالت له ايوه يعني هي متدينه شويه، يعني جبته منين؟ لا صنعت لطافه بالحداقه، عرفت كنت هبيع الحاجه دي ب20 قرش، قلت له ب40، قلت لو فاصل لغايه 20 انا موافق، فقال لي 35، فجبت المال. قلت له بس ده حرام. قال لا حرام ايه؟ دي فهلوه وشطاره. قالوا لنا 19 المكسب في التجاره. قلت له بس انت حاطط سعر عليها وبعتها لفلان بكذا والمفروض تبيعها للتاني بكذا، ليه لما دخل عليك ولقيته راكب عربيه فخمه شلت السعر ورميته تحت؟ يبقى دي سرقه. قال لا 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 اسكت اسكت، دي اسمها شطاره. شفت احنا اللي بنألف في الدين ازاي؟ احنا اللي بنحور الدين بتاعنا وبنضحك على الناس. لكن ربنا لما علمني وسيدي النبي صلى الله عليه وسلم لما علمني ان ربنا بيقول لي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اهو الرزق هيجي لي. وسيدي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمني ويقول لي اكثر ما يدخل الجنه تقوى الله وحسن الخلق. بيتعلمونا كل حاجة حلوة وإحنا بنعلم الناس كل حاجة وحشة. يعني شوف الإسلام، السماحة، الدين، التقوى، بيقولوا لي إيه وإحنا بنعلم الناس. طب يا أخي أنت كذبت عليه لما قلت له كده، وده اسمه كذب. كذب إيه يا ست تحت أديني؟ شفتي بقى أنا سايب لك البيت كل يوم ليه؟ عشان أنت مكرهاني في عيشتي. هي بتعلمه إن ده كذب، بتعلمه إن أنت اللي قلته دوت مش كويس، أنت بتدخلنا وبتدخل أولادنا مال حرام. وهو بيقول لها لا دي شطاره، وهي بتقول له لا ده كذب، ودي اسمها آفات اللسان اللي تدخل النار. وده يظل العبد يكذب يكذب حتى يكتب عند الله في الملأ الاعلى كذابا. انت بتكلمني النهارده حضرتك في التليفون وانا مش بعمل حاجه حقيقه غير اني كنت قاعده وشايفه تليفون حضرتك جنبي ومش عايزه ارد عليك، فلما ألحيت قلت رد عليه بقى فرديت، فكنت في معلش اصل كنت في الحمام. وانت شايفني بس ده كذب يعني؟ ده كذب. وربنا شايف. اقدر اقول لك بنفس اللفظ كده معلش انا مودي وحش، مودي وحش، انا ما كنتش قادر ارد على التليفون، مودي وحش. فلكن لما لقيتك بتلح فقلت ارد عليك، يمكن في حاجه مهمه، بس حقيقه انا مش عايز ارد على حد. ودي بس فيها ممكن ايه؟ الناس تضحك في الوقت الحالي في الزمن، في ناس تضحك لما تيجي تقول لها لا. انا حقيقه بعمل كده، انا حقيقه بعمل كده. لما حد بيكلمني يقول لي ما رديتيش عليا اقول لهم يا جماعه انا اذا كنت بعمل حاجه لهم مش فاضي. طب بس في حاجه مباحه،
اما تيجي مثلا زوجها بيكلمها او كده ما ينفعش يعني تقول له كلام يحصل يعني في لا بعض. الزوج ده حاجه تانية. دي بقى لازم نوضح برضه عشان لا. ما في صراحه تزعل زوجين من بعض. في ثلاث احوال للكذب. الصراحه بتزعل الاثنين من بعض يعني. في الحرب لان الحرب خدعه. وفي علاقه الزوج بزوجته وفي الاصلاح بين الناس، دول ثلاثه مباحين. فالزوج بزوجته انا اقدر اقول له انت ما ردتش عليا ليه؟ مش طايق اكلمك النهارده هيزعل. لا مش هقول له كده. لا مش هقول له كانت ايدي مش فاضيه. تقول له مثلا اي كلام. لا ايديا كانت مش فاضيه، كنت بعمل حاجه لخماني، انا كنت مشغوله، ما كنتش سامعه التليفون. كل ده كانت نيتي ايه؟ عشان ما يزعلش. يبقى هنا النية. النية اللي بتفرق. كل حياتنا مرتبطة يا جماعة. هو يقولها مثلا أنا مش متجوز عليك عشان ما تزعلش. لا. لا 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 زعلتي بقى. هو لا لا دي حاجات ما ينفعش إن أنا أخرب بيتي بنفسي. ولو إن الشرع أباح دوت، لكن هو شايف إنه لو قال لها كده هتطلب منه الطلاق وهتعمل كذا وبتعمل كذا وتخرب البيت وعندهم أبناء. ففي حاجات بيبقى أنا في الوقت المناسب هقول، بس في الوقت الحالي أنا شايف إنه لا يصلح. هي مريضة، هي عندها القلب ده ممكن تموت فيها. لا في حاجات ما ينفعش اعملها دلوقتي، لكن انا هعملها لانه ما ينفعش اعيش معاها على غش ولا خداع، ولازم هقول لها بس بالراحه كده. وفي وقت هي تتقبل مني في لحظه صفا اقول لها يعني افاجئها. مش هفاجئها، اقول لها تمهيد، ابتدي امهد للموضوع، لكن ما اعيش على خداع ابدا، لان الخداع وال يعني ان انا اخد حاجه من حد بطيبته باخلاقه بكذا واخدعه ده مرفوض في الدين. طبعا طبعا لازم يكون في صراحه، لان الصراحه هي اساس اللي يعني لو مش هيقدر يعمل خطوه ويكون فيها صريح ما يعملهاش، ما كانش يقدم على التجربه اللي عملها عشان ما يخدعش. دي برضو حتى لو كان كده فيها بيخدع او بيدي في نفس انسانه برضو لازم يحترم ده وما يقبلش على حاجه فيها خداع، فدي نقطه. وبعدين انا يعني هقول نصيحه للرجال معلش. اذا كان حضرتك عندك مشكله مع زوجتك هي ما بتخلفش، اقول لها انا عايز اتجوز عشان انت ما بتخلفيش وانا نفسي في طفل. ويبقي عليها. انا ويبقي عليها. انا عايز اتجوز علشان انت مريضه وما بتدينيش حقوقي الشرعيه كامله. انا عايز اتجوز علشان انت سيئه العشره ونكديه ومخليه حياتي في جحيم، يمكن لو اتصلحتي انا هاعدل عن هذا القرار. لازم يقول لها الاول العيوب اللي خلته يقدم على هذا الامر ويديها مهله، ولا هيقول لها ان انا عايز اتجوز عشان عندي فراغه عين وعشان انا مش مكتفي وانا ممكن عيني زايغه. ممكن مفيش فيها عيوب، ممكن تكون الست محترمه جدا مفيش فيها عيوب، بس ما يطلعش فيها عيب ظلم بقى. بالظبط. ما يحاولش يفتري ويطلع فيها عيب ظلم. دي نقطه مهمه. يعني مهم قوي ان تبقى حياتي مع زوجتي او انا حياتي مع زوجي على خداع. انا مش برضو هحط الامر كله على الرجل. ما قد تكون المراه نفسها خائنه وبتخون جوزها، فلا الافضل انها تقول له انا انت اهملتني، انت سبتني، انت تركت فراغ في حياتي، انت خلتني ان انا لقيت حد على الفيسبوك فاتكلمت معاه. بس ده لا يبرر الخيانه. لا يبرر. بس لا يبرر هو الخيانه إيه؟ بس هي مش 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 راضيه تستوقف الحياه، تقول مش قادره اعيش معاك بما يرضي الله. بالظبط. حتى وتسيبه وكل واحد يروح لحاله. هنا بقى الوضوح في الحياه. عشان يروح لحاله وتشوف اللي عايز تشوفه على الفيسبوك بقى، او نصلح من انفسنا. خليها تعيش مع الفيسبوك او نصلح من انفسنا، وخليهم يعيشوا مع الفيسبوك. على فكره حضرتك انت موضوع عندك الفيسبوك ده خرب بيوت كتير جدا جدا. انت عندك عيوب وانا عندي عيوب، ما تيجي نصلح من عيوبنا كده بقى، ما تيجي نصلح من عيوبنا ونفتح صفحه جديده مع بعض ونتقي الله ونربي العيال ونقعد في البيت كده مع بعض زي اتنين لسه مخطوبين. في كلام حاجه جميل في الحته دي بقى، ان يريد صلح يعني لو اراد صلح ربنا بيصلح بينهم، ولو في نيتهم صلح يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. ربنا لو نيتهم الاتنين زوجين عشان يربوا اولادهم والبيت ما يتخربش، والله ربنا هيصلح بينهم، بس يكون النيه كويسه. صحيح. نرجع لموضوع حضرتك اتكلمتي كلام عن موضوع عن الكذب، اشعرتيني ان المساله احيانا الناس بتتصرف بشكل ان ما يردش على الموبايل يقول انا كنت نايم كنت مش عارف ايه الكلام ده، في كذب هيتحاسب. هيتحاسب ان هو كذبه. دي يتحاسب عليها. هيتحاسب. حتى يتحاسب عليها. البياع اللي في الشارع اللي اول ما تخش يقول له والله العظيم اقسم بالله ما كسبان فيها الا 5 جنيه وبتمن وحاجات كده. وبتمن وانا بس عايز ابيع عشان اروح. ايوه. انت عارف ده اسمه ايه لو هو كان كذاب؟ يمين غاموس. يمين غاموس يدخله النار. اليمين الغاموس يلقي صاحبه في النار. كثيرا من العلماء قالوا ان اليمين الغموس ليس له كفار. يا ساتر يا رب. طب ده يعمل ايه؟ عشان ايه؟ تستقطع عرض دنيوي او غرض ليس له. يكسب بضعة جنيهات. ممكن يصرفهم في حاجة وحشة. ده هيتصرفوا فورا. خلي بال حضرتك ان المال الحلال الله سبحانه وتعالى يبارك فيه. والمال الحرام ياتي ياخذ الحلال والحرام. يعني مفيش نصيحة، النصح ده بيبقى غبي، النصح اللي بيعمل ما يفتكرش. لكن لما يتقي الله ويحط قدامه الصدق في حديثه، الصدق في حديثه. وما تحلفش يا اخي،
قد تحلف وانت غصب عنك وتيجي زله لسان وتبقى محتاج كفاره لهذا اليمين، بس ما تكونش قصده، ما يكونش متربص له، يكون اسمه بقى ده اليمين اللغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، اللي التبس الامر مش متاكد ما يعني اقصدش، لا او قلت والله وانا مش قصدي اقول كلمه والله، لكن هي بس عشان في لساني. فبرضه بقول لك ما تخليهاش في لسانك، لان لما تخليها في لسانك معناه ان انت بقيت متعود على الحلف اليمين، بقى بطل ما تعودش نحلف يمين. بالظبط، عامل زي الراجل اللي في لسانه الطلاق، الطلاق يقول لك عليه الطلاق ده غلط، انت فيجي في مره يقول بجد، يقول ويقع اليمين لانه ساعتها كان غضبان ويقول لك انت قلت، قول له انا قصدت بقى، انا كنت قرفان منها وكنت قاصد، لان الكلمه في فمه، يبطل يقلع عن المفروض الانسان ما يحطش اليمين في كلامه خالص. احنا اتكلمنا النهارده عن مسك اللسان عن اشياء كثيره، مسك اللسان عن اللغو، عن الكذب، عن الخوض في اعراض الناس، عن اللي يتلفظ بالطلاق يمسك لسانه ما يقولش الطلاق كتير، يمسك لسانه عن الكذب، حاجات يعني ما شاء الله لو الناس قدرنا نتعلم ده، بس ده بيجي بالتدريب حضرتك اعتقد. فانا هحتاج من حضرتك دقيقه يعني نختم بقى في دقيقه واحده الحلقه بتاعتنا، الدقيقه دي نحاول نفيد بيها مشاهدينا، نقول له ازاي استطيع ادرب نفسي على ان امسك مسك اللسان عن كل هذه الاشياء. خدها في روشتك كده صغيره، هقول لكل الناس لا تتدخلوا فيما لا يعنيكم. في اي موضوع بقى، سواء في كلام او في فضول او اشتريت ايه النهارده او عندك ايه او انت طالع شايل ايه او جبت العربيه دي منين، لا تتدخلوا فيما لا يعنيكم، لان من تدخل فيما لا يعني سمع ما لا يرضي. فتقول لي بقى ده كلمني باسلوب وحش، ده كلمني كذا، انت اللي دخلت نفسك في هذه الشبهه. من فضل حضرتك ركز في حالك وورقتك انت بس، مالكش دعوه بحياه غيرك ولا ورقه غيرك. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا موصول لحضرتك. اسمح لي بشكر كل حضرات الساده المشاهدين اللي تابعونا. في النهايه يكون عندنا اصرار ان احنا ندرب نفسنا على يبقى دايما عندنا نحصد اكبر قدر من الحسنات. والله الدنيا دي مسابقه بتحصد اكبر قدر من الحسنات وتحاول تتجنب السيئات. لو انت مركز لكده وعارف ان انت في الاخر هتساب على ده، هتبقى مركز في المساله دي، وربنا ان شاء الله هيعيننا ان احنا نعمل الخير كله باذن الله. اشكركم واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.